يعني فوق 90%. سيادة الرائد، يعني البعض الحقيقة توقف عند نوعية التسليح بالذات في الفيديوهات اللي تم بثها من قبل هذا التنظيم، نوعية التسليح اللي بيحصل عليه، هل لديكم أي معلومات يمكن الحديث عنها فيما يتعلق بالذي يمول والذي يسلح وكيفية نقل هذه الأسلحة؟ القصد في أي أسلحة تتركها هذه الجماعات أو داعش ليبيا؟ نعم، من اللي بيمدها بالسلاح وإزاي بيوصلها؟ نعم، لديهم أسلحة نوعية، لديهم أسلحة، الآن لديهم أسلحة متطورة. من يدعم هذه الأعراف الإرهابية وهذه الجماعات؟ لا زالت المخابرات القطرية والتركية وأيضا يعني السودانية تدعم هذه الجماعات بكل ما تملك، وأنتم تعرفون أن هذه الجماعات خرجت من تحت عباءة الكيان المفلس المفسد ما يسمى بالإخوان المسلمين والإسلام من وراء. بالتالي هذه الجماعات يعني لا زالت تسلح ويعني تمد بالذخائر والأسلحة والمعدات الحربية، وأيضا يعني بكل يعني هذه المخابرات عنا بكل ما تملك، وعن هذه المصطفى عن طريق مراتب الصيد اللي نسميها نحن الجرافات تأتي هذه الأسلحة النوعية، وأيضا من مدينة الوسطى، لا زالت هذه المخابرات تعبث بالوطن، لا زالت هذه الدولة التي تسيطر مساحتها مزرعة في جسم الدولة الليبية تبث سبورها بإعاز من المخابرات التركية وأيضا المخابرات للأسف الشديد أيضا السودان المتورط بذلك. فتسأل هل أنا أعتقد أن الشعب السوداني يعني يوافق ويرضى على ذلك، هل يعلم او لا يعلم؟ وايضا سيادة الرائد الحقيقه نحن بنعاني من صعوبه في التواصل. سيادة الرائد، طب هنحاول نحن نتواصل مع حضرتك مرة أخرى للمزيد من الأسئلة، لكن بحسب ما جاء في على لسان المتحدث باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي وجهت عدة ضربات، لم يحدد عدد الضربات حتى الآن، تحدث عن إصابة أو عن مقتل 46 من عناصر داعش، تحدث عن إصابة ضربات لأهدافها بدقة بلغت 90%، تحدث عن عدم سقوط أكثر من 90%، تحدث عن عدم سقوط أي مدنيين في هذه الغارات، تحدث أيضا عن إن هذه الغارات استهدفت مخازن نوعية للتسليح، وجه اتهامات واضحة وصريحة للأطراف بعينها وهي المخابرات القطرية والتركية والسودانية في مد عناصر داعش بأسلحة نوعية متطورة. فقدنا الاتصال بالرائد محمد حجازي ونحاول نحن نصل إليه.